السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد مع صفحة جديدة، صفحة 137، page 137. درس اليوم حول القواعد، تلخيص لبعض القواعد. My grammar tools. To locate a place, I use the auxiliary to be in the simple present. لي لتقديم موقع، لكي أتكلم أو أتحدث عن موقع، نقول الموقع الفلاني موجود في المكان الفلاني مثلا. أستعمل auxiliary to be، auxiliary to be in the simple present في الزمن الحاضر، ونقول زمن مضارع. plus the cardinal points، زائد هذه النقاط، يعني الجهات الأربعة: East, West, North, South، شرق، غرب، شمال، جنوب. Example، مثال: Sétif is in the east of Algeria. Sétif اسم للمدينة، is هو verb to be، in the east، لأن east هو the cardinal point east of Algeria. إذن سيتيف تقع في شرق الجزائر. تلمسان is in the west of Algeria. هو نفس الشيء، اسم مدينة is وهو verb to be في الحاضر طبعا، in the west وهو cardinal point of Algeria. تلمسان تقع في غرب الجزائر. Algiers is in the north of Algeria. الجزائر تقع في شمال الجزائر. Tamarast is in the south of Algeria. Tamarast تقع في جنوب الجزائر. إذن عندنا اسم المكان أو المدينة، معنى أي اسم نريد أن نتحدث عنه، زائد to be is ثم cardinal points، معنى الجهة، إما east, west, north أو south. I use the personal pronoun it. أستعمل ضمير it، وهذا it نستعمله إما للجماد، لغير العاقل أو للحيوان. When I describe a place، عندما أصف مكان، I use it، أستعمل هذا ضمير it to avoid repetition، لأتفادى التكرار. أنا عندما أذكر شيء أو أذكر مكان، أستعمل هذا الضمير it لكي أتفادى تكرار ذاك الشيء. Examples، أمثلة: The Lincoln Memorial is famous. هذا لينكولن ميموريال is famous، معناه مشهور. It is in Washington. إذن هذا it جاءت في مكان لينكولن ميموريال، معنى كي أتفادى تكرار هذا الاسم مباشرة نقول it، هو يقع في واشنطن. It is in Washington. I use the possessive adjectives. استعمل صفات الملكية. My and our. My يعني لي، and our لنا. أنا ضمير هنا ضمير متكلم الجماعة. With places، الأماكن. Countries monuments، معنى الأماكن الأماكن الأثرية للدول. And nationalities، وجنسيات. To express possession، لتعبر عن الملكية. مثلا أقول my book، my pen، our class، our home. أنا هذه للمفرد my، و our للجمع، إنما تتكلم جماعة. Example، I love my country، أحب بلدي. Our national dish is كسكس. طبقنا الوطني هو الكسكس.
To ask about location للسؤال عن المكان أو الموقع location and famous places والأماكن المشهورة. I use استعمل where أين and what وماذا. Example مثال Where is the ashram? Where is the ashram? هذا السؤال عن المكان where أين من أين يقع ashram. What is the Tassili famous for? What is the Tassili famous for? بماذا تشتهر التاسيلي؟ famous for معناها تشتهر ب famous for بماذا تشتهر التاسيلي؟ إذا إلى هنا نكون قد أتممنا هذا الدرس الذي هو عبارة عن مقتطفات للقواعد المراجعة فقط لبعض القواعد التي نحتاجها في هذه الوحدة. نلتقي بكم في درس جديد إن شاء الله إلى حصة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.